ضمن عمليات وزارة الداخلية في المحافظات، لخص الناطق باسم الوزارة أبرزها خلال مؤتمر عقد بمدينة بحبوبة، وللمرة الأولى تم عرض احترافات هذه الشبكة المؤلفة من 3 أشخاص اعتقلتهم قوات مديرية الاستخبارات في مكافحة الإرهاب في الوزارة بعد تجنيدهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. احترافات مهمة لبعض عصابات داعش الإرهابي اللي كانت تخطط لمساندة العصابات الإجرامية في حال دخولها إلى منطقة أبو غريط. مكاتب مكافحة إجرام المنصور والتاجي والمدائن والحبيبية تمكنت من اعتقال عصابة مؤلفة من 3 أشخاص، أحدهم انتحل صفة ضابط، وعصابات للسرقة بمختلف المناطق، مع اعتقال شخص متورط ببيع العقارات بعد تزوير المستندات والأختام. وتمكنت عمليات بغداد من اعتقال عصابة تسليب مؤلفة من 3 أشقاء يستقلون عجلة تاهو ويحملون هويات مزورة. أيضا مكتب مكافحة إجرام الحبيبية تمكن من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ من المال من داخل محل صيرفة من خلال كسر المحل، وأيضا اعترف من خلال التحقيق بقيامه بعدة سرقات في مناطق الشعب والحبيبية ببغداد. وفي محافظة ديالى لم تسجل أجهزتها الأمنية أي عمليات اختطاف منذ 4 شهور، فيما تمكنت قوات الشرطة من اعتقال أكثر من 50 مطلوبا خلال الأسبوع الجاري وفق قضايا إرهابية وجنائية منها القتل والاختطاف. إلقاء القبض على 51 مطلوب للقضاء، 14 منهم في قضايا إرهابية و4 في قضايا خطف وقتل و33 في مواد جنائية أخرى في عدة مناطق من المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وعرضهم للقضاء، ولم تسجل أي حادث خطف خلال 4 أشهر الماضية الأخيرة، ونعمل على ملاحقة إصابات الخطف الذين ارتكبوا جرائم الخطف خلال الأعوام السابقة لمنعهم من معاودة ممارسة أعمالهم الإجرامية. باستثناء تلال حمرين وبعض المناطق المحاذية لمحافظة صلاح الدين، القوات الأمنية أنهت سطوة جماعات العنف بحسب قيادات المحافظة، مثلما قطع شوطا كبيرا بمحاربة الجريمة المنظمة. من قيادة الشرطة محافظة ديالى وسط مدينة بعقوبة، عادل عنبقي، الحرة.